مرحبا أصدقائي المشاهدين، اليوم طبعا عندنا حلقة مميزة جدا ولقاء مع أستاذي الأستاذ جان في لقاء شيق، يعني راح تكون فيه أسئلة متنوعة وأتمنى نال إعجابكم، وطبعا راح نشوف أثناء الحلقة يعني إذا نفتح المجال للأسئلة حوالي بعد يعني 3 أرباع الساعة، يعني نشوف إذا عندكم أسئلة معينة. حبينا بالبداية نرحب بأخويا جان وأقول له أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك ابو اخويا بالحكم، واي والله شغله حلوه. يعني انا اكون المستضاف، يعني اي يعني عملنا مره مرتين يعني وليس اكثر، فمن زمان ما عملناها، فنحن هنا لنعملها. ولكن انت من زمان ما عملته، وبعدين بصفحة الجهر ما حدا استضافك، فكانت طبعا فكرتي قلت للجان شنو رأيك، فهو طبعا رحب بهذا الشيء، و يعني حتى على مود الأسئلة قال لي خذ راحتك، يعني انا اجاوب على اي سؤال. طبعا هو بالبداية نقول لكم انه جان هو يعني حر يجاوب اي سؤال يجاوبه او ما يجاوبه، هو حر، يعني احنا نقدر نتفهم. حضرت بعض الأسئلة له وحبيت أبدي وياه ويحكي لنا عن احكي لنا جان عن طفولتك، يعني احكي لنا شلون تربيت وشنو هو ترتيبك بالعائلة وهكذا. أشكرك أبو الحكم. طبعا قبل ما نبدأ بحلقتنا أحب أرحب بأصدقائنا الموجودين، كل الموجودين، الأخ دارت، ولا طبعا كل الأصدقاء، أخ يا علي، علي عمدة، يا عمدة أنت يا عمدة، طبعا أختي نسرين، وكل الأصدقاء الموجودين. مين كمان في معنا دخل جديد؟ أظن كل الأصدقاء موجودين، على كل أظن الأسماء بتتكرر معي هون. هي إيه الحكاية بقى؟ أخونا برندي أهلا وسهلا فيك. طبعا الأسئلة يا ريت تتوجه لأخوي أبو الحكم. لا جون، احنا اتفقت يبع شو اسمه تستنسخ نسرين وراح تبعث لي الاسئله اللي موجوده بالتكست. طبعا الأخ قيصر عم بيقول لي، بعت لي رسالة عم بيقول لي أخي جان، أنت هل أنت مع أبو الحكم مع سامي ما زلت؟ يا أخي أنا صرت في عالم آخر. أنا ورياض حلقة عن قبل شوي خلصنا، أنا ورياض حلقة عن التطور. طيب قيصر يا ريت تابعنا من هون. أرجوك تنسى أنه أنت مقدم برامج، أنا اللي أقدم البرامج. لا لا انت تقدم، انا بدي اجاوب. طول بالك انت كمان، لا تجي علينا مفكر حالك شيء مقدم برامج سي ان ان يعني، ولا بالبي بي سي. طول بالك علينا بالحكم. لا، اسمع اسمع جان، وأنت متعود دائما تقدم الحلقة فتنسى أنه أنت لا لا ما نسيت. المستضاف لا اليوم. بس شو اسمه، صديقي قيصر بعت لي رسالة عم يقول لي لسه عندك مع سامي، فبعثت له رابط الحلقة، أنا مع اليوم مع ضيف عند أخونا أبو الحكم في حوارات إنسانية. طبعا نبدأ بالطفولة. الطفولة ترتيب، قلت لي ترتيب العائلي. طبعا أنا يعني الطفل الثاني، طبعا هلا ماني طفل، أنا كبرت يعني على الأشياء هاي، يعني صرت الكبير. الثاني يعني الثاني الطفل الثاني، يعني ما في غير التعبير، الطفل الثاني في العائلة. طبعا عائلتنا حدث بلا حرج 13 بطن ماما جايبة، أنا الثاني فيهم، 4 متوفين باقي على قيد الحياة، 9 طبعا بابا وماما متوفين للأسف الشديد. هاي سنة الحياة مثل ما بقولوا. الطفولة طبعا أنا
ولدت لعائلة كتير بسيطة، كتير فقيرة، كتير متعمقة، خلينا نقول في الفقر والجهل، وكل يعني بنقدر نقول في قعر المجتمع السوري للأسف طبعا. طفولة كانت والدي طبعا شيخ من شيوخ اللي كانوا متمسكين جدا بالدين الإسلامي، وشيخ بكل معنى الكلمة. طبعا الطريقة الصوفية كانت عنده أكثر شيء، كان يروح يسوي ذكر، هاي بسموها أبو الحكم لما يوقفوا هيك بقنطرة ويسوي الله حي الله حي. فأذكر في هالأيام هي كانوا يطفوا الأضوية. أذكر يعني الأجواء طبعا كلها حواش مفتوحة. نحن هنيك بتسمية عنا بحلب سموها حوش عربي، يعني ما هو طوابق، فبسموها الهاوس، بسموها حوش عربي. فبأرض الحوش هاي بيساووا ذكر، وأيام الصيف خصوصا بتلاقي الله حي، ونحن أطفال نربط بين جرين هالرجال، وبتلاقي اللي يدوخ على أساس ويشلف حاله الأرض ويعمل هالخزعبلات اللي كان يعملها محمد. نحن أطفال بصراحة كان في جو مشحون من الخوف بهالطقوس، هي جو يعني لا تتصوره من هالطقوس هي. أذكر حادثة من الحوادث في من يعني بدك تقول من الذاكرات القديمة عندي. مرة كمان دني الصيف كانت وصار كسوف للقمر، فعنا الحارة كلها بلشت تطبل، اللي يمسك تنك يطبل فيها، اللي طبلة يطبل فيها، شوفي قال الحوت عم ببلع القمر. لك خير خير موجودة عندنا همينة هاي جد. بالضبط، يعني هالخرافة، هاي الخرافة اللي كانت يعني أذكر هاي تقريبا من أوائل من أقدم الذاكرات، خلينا نقول وليست أقدم واحدة ولكن من أقدم الذاكرات اللي كانت عندي. فبتذكر لحد هالساعة هاي إنه نطلع على القمر هيك أطفال، يعني طفل 4 5 سنين أظن بهال، ما عنده تحليل، يعني ما عنده تحليل للي بس اللي عم بيقولوا صح. هلا بده يبلع القمر، هلا الحوت بيطلع بيبلع القمر، بس افكر بهالوقت هاد طيب وين الحوت؟ طيب مو بده يبلع القمر، وين الحوت؟ كيف يعني وين الحوت؟ حوت عملاق هذا. حوت عملاق هذا. بده يطلع يبلع القمر يعني، بس وين الحوت؟ نطلع هيك القمر عم بيصير بحمرار، بشكل عم بيحمر هيك يعني بغير لونه الطبيعي اللي بنعرفه نحن، فيميل للاحمرار، طلع هيك خوف يعني بشكل فظيع، يعني خوف الحوت بس بلع القمر معناتها الدنيا خربت، يعني الدنيا بتخرب بس بلع القمر. فأطلع هيك أفكر بنفسي وين الحوت؟ القمر صاير أحمر بس وين الحوت؟ الحوت لا راح وجد. فأذكر والدي بما أنه كان شيخ وكان مفتي الحارة تقريبا يعني، فكان يقول اصلا هالطبل هذا حرام، يعني انت تدقوا التنكات تدقوا الطبل حرام، يعني لازم نروح على الجامع نساوي ذكر، وفي الدف، تعرف الدف الاسلامي هذا اللي اي طبعا فيها زناجير صغيره، يعني فيها زناجير صغيره تعمل صوت كمان. بالضبط، الزناجير الصغيره هي بيستعملوها الفرق الموسيقية، ولكن هذا الدف بدون أي زناجير يعني. لا عندنا يستعمل فيها الزناجير. ما بعرف، عندنا ما كانوا يستعملوا المشيخة يحرموا الزناجير، ما بعرف، المهم ما كان فيها. فكان والدي اختراعه إنه يغنى للقمر في الجامع وفي المسجد، وليس عشوائيا يعني الأطفال يطلعوا يدقوا بالطبلة.
فهي احدى الذاكرات القديمة، من ذاكرات القديمة جدا كمان، من اقدم الذاكرات اللي عندي اذكرها، من اقدم. كان عمري يعني، ما بصراحة ما اذكر السن بالتحديد، ولكن اذكر الحادثة اللي حدث الساعة هي كأنها امام عيني. الجو العام في عند بالطفولة عنا يخوفوه كثير من الله. ففي انا من طفولتي في شيء تمرد، يعني اليوم لما يقولوا لي مثلا اهلي هذا حرام هذا حلال، هذا بساوي كيك الله بساوي كيك، يعني افكر ليش؟ طب لما هو لازم افهم، يعني كطفل انه بدي افهم ليش، يعني فهمني بعدين اطلب مني، ما تطلب مني بدون فهم. هاي كانت مخيلتي. فهن لما الاهل كانوا الله والله والله والله، انا كنت ارجع يعني الاشياء هاي، ما بدي، ما عم بفهم، بس بدي احاول افهم. فبتذكر لحد الساعه مره والدي عم بحكي لي على الله، قلت له كذا في الله، يعني انكح الله بلهجتنا، يعني محمد قال ولا تكنوا، بس انا بدي اكني لانه ما بقدر تطلع الكلمه هاي. يعني نشأتك كانت دينيه نقدر نقول، صح؟ طبعا. فقلت انكح الله، يعني بالحلبي وبالعربي الفصيح، يعني قلت انكح الله. التصرف اللي اجى من والدي شالني على فوق راسه، انا طفل ما اذكر، شالني فوق راسه هيك وشلفني على الارض. شجاع كنت يعني. بصراحه يعني، فلما يقولوا انه الله والله انا بدي افهم، انت عم تعطيني الله بدون فهم، مين الله؟ طيب بس الله. فالمهم شالني على البيت، هل من اقدم الذاكرات اللي بتذكرها، يعني شأني على رأسه، ترم ضربني على، يعني أشكر الطبيعة أنه كان في سفنجة على الأرض أو شيء من القبيل، ما عم تذكر يعني موجود، فما تأذيت بهالشكل بشكل فظيع يعني. المشكلة يا جان ولو قطعك، يعني المشكلة أنه هو مو بإيده، يعني لما الإسلام يقول له سوي هذا الشيء سويه، أنا فعلت هذا الشيء نفس الشيء، يعني أنه لما يقول لك تعاقب المسيء، ما يكون ابنك ابوك اخوك، مو مهم. كمل. بالضبط بالضبط. فهو انا ما عم بلومه، هو ضحيه اصلا يعني، بس انا اللي عم بحكي كيف تربيت الطفوله اللي نشات فيها، الشكل او خلينا نقول المحيط اللي نشات فيه كطفل، نشأة كثير يعني متدينة. يعني أنا أذكر لحد الساعة هي كتب والدي يعني كانت حدث بلا حرج، يعني كان يحب الاطلاع، وكلها كتب إسلامية، كلها كتب إسلامية بحتة، يعني مثل ما أقول فتحت عيني على الدنيا شفت كتب إسلامية، ما في غير كتب إسلامية عن أبو هريرة، كلمة عن أبو هريرة هي لما اشوفها اشمئز منها من طفولتي، يعني اطلع هيك عن ابو هريره سطح، عن ابو هريره سطح. في ذاكره اخرى كمان هلا تذكرتها ورجعت نسيتها. المهم فالطفوله كانت كثير متدينه، كثير يعني مثل ما بقولوا في مجتمع فقير، اول شيء مجتمع ما في شيء اسمه علوم، ما في شيء اسمه مثلا بالعيله الكبيره خلينا نقول انسان دارس او واصل لمرحله دراسيه معينه. اذكر في بالعيله كان عندي ابن عمي هو الوحيد اكبر مني طبعا بعشر سنين اظن، كان وصلان لمرحلة البكالوريا، يعني أنا كنت تقريبا 12 سنة 11 سنة، هو أخذ البكالوريا وأخذ ضعيف،
يعني كان حابب يدخل يصير طيار ما قبلوه. المهم البكالوريا تبعته حطها على طرف ولا قدر يكمل جامعة. يعني هذا اللي بالعيلة الكبيرة، خلينا نقول بيت اخوالي عمامي اولاد عمام عمامي اولاد اخوال اخوالي، كل العيلة الكبيرة المتشرجة ما في حدا كان وصلان لمرحلة تعليمية، يعني غير ابن عمي البكالوريا هذا الوحيد فقط فقط لا غير، يعني ما في حدا غيره. فلك أن تتصور في أي شكل من الأشكال التربية تكون في هيك مجتمع، يعني في مجتمع كثير فقير، في مجتمع كثير جاهل، يعني لا يعرفون. حتى أذكر من خالي كمان متدين، كنا جالسين هي تقريبا يعني كان أقول ببداية المراهقة، جالسين جلسة وعم بيحكوا إنه الناس طالعين على القمر، فيقول لك كيف يعني بدي اطلع على القمر؟ القمر نور وموجود بالسماء، يعني كيف بدي اطلع على النور؟ يعني هو ضوء هو 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 ضوء، حلل الزلمه لحاله، ضوء موجود بالسماء، يعني كيف بدي اطلع على الضوء؟ جعلناه سراجا منيرا. بالضبط. فيعني لك ان تتصور انه قديش الجهل مستشري بهيك مجتمع. فالمهم طلعنا، وفي عندك اي شيء؟ المهم طلعنا وكبرنا ووصلنا لمرحله المراهقه. طبعا المدرسه اذكر لحد الساعه هاي في الصف الثالث الابتدائي مدرس الديانه كان عم بيحكي لنا على محمد، على سيره محمد. مدرس الديانة هذا اللي عم بحكي لنا على سيرة محمد، الذاكرة اللي أذكرها منه هو إنه محمد لما كان يطلع في الخرحش السامعين يروح يعملها، صحابته كان يجوا وراي شو بيفتشوا إنه شو هي، فيشموا ريحة المسك. يعني هاي 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 بالمدرسة يعلمون الأطفال، هاي بالمدرسة الابتدائية الثالث ابتدائي أنا سمعانا، وهي ذاكرة معلقة بدماغي لحد الساعة هاي. لا أنسى شكل المدرس والصف والمقاعد لحد الساعة هاي، وهو عم يشرح لنا أنه سيرة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه كان يروح على الخلاء بعد ما يخلص صحابته يروحوا وراه ما يشموا غير المسك، ريحة مسك. يعني قال ياكلوا احسن. يعني تصور المدرسة كيف تربي الاجيال هاي. على كل كبرنا وتمت مسألة الايمان بالله ما كانت واردة عندي نهائيا، يعني تمت انه انا لن أؤمن بما تؤمنون حتى أفهم. يعني مسألة أنه أقتنع كاملاً بالله كنت مأجلها بعقلي الباطني، مأجلها على طرف لحتى أفهم. يعني ما كان عندي طفل أنه شو طفل، ما عندي وعي والله راح أصير أكثر. إحنا فرق هذا الشيء من جان. طيب أنت يعني الوحيد اللي بالعائله انت ملحد ولا في احد من العائله؟ لا الوحيد، علماني او ملحد مثلك؟ الوحيد مو بس بكل الحاره وكل العائله الكبيره والصغيره والمنضقه بالسريره مثل ما بيقولوا، يعني اللي من الكبير للصغير للمنضقه بالسرير، ف الوحيد فريد من نوعه بقى. شكرا جزيلا. طبعاً أرحب بجميع أصدقائي اللي التحقوا بينا باليوتيوب، وأسلم عليهم جميعاً وأرحب بهم، واللي التحقوا الآن همين نرحب بهم، والسكايب والمشاهدين جميعاً. يعني أنا شوية مرتبك فحلقة يعني ويا جان، يعني جان أستاذي، ف الهيبة والاحترام مثل ما يقول، فشوية
مرتبك مثل ما يقولوا، انا بعدني جديد يعني، فاعذروني من هذا الشيء. فعندي سؤال اخر لك جان، حبيت اسالك اياه. يعني انت امتى اول مره يعني فكرت بالاسلام والله، وشنو اشد يعني شيء نفرك من الاسلام، او تساؤل او نفره من الاسلام اعترضت عليه يعني؟ أشكرك أبو الحكم. طبعا أنا يعني ما في شيء نفر من الإسلام، ما في شيء نهائيا، إنه في حادثة معينة، في شيء معين والله نفرت تركت الإسلام، هذا نهائيا ما ورد يعني بحياتي. بس اللي صار لما وصلت لمرحلة المراهقة، دخلت الصف السابع. الصف السابع بدأت أتعلم القراءة، يعني حتى الصف السادس أنا خلصت الابتدائي لا أعرف القراءة، يعني أنا ما كنت مهتم بالمدرسة أصلاً يعني. أو أقول لك شغلة، المدرسة كانت من كتر العصي اللي ورانا ما خلونا نهتم فيها، يعني على رايحة ناكل قتل، على الجاية ناكل قتل، هيك كانت مدارس عنا. فالمهم وصلت للصف السابع، بدأت دخلنا مرحلة الإعدادي، صرنا نتعلم القراءة والكتابة، تعلمنا يعني، صار ممكن أقرأ كتاب. يعني معلموكم زين، لو معلمين مو زينين، لو كسلا، ولا ايش كان يعني؟ لا لا لا، نظام تعليمي حقير إلى أبعد الحدود، المعسكر، نحن في معسكر. يعني الطفل لما بيدخل على المدرسة كل أستاذ عنده عصاية أو عصايتين، يكون مشرشطة مشططون أزرق أو أخضر، وبتباهى فيهم. يعني لما بيحمل الأستاذ لما بيدخل أو المدرسة لما بتدخل على الصف، تكون العصاية معاها مع الملفات، شايلتهم بإيده وجاي داخلين عادي. يعني مين شاغب مكتوب اسمهم على اللوح، طلع طق 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 طق، هاي بداية الدرس. النظام اللي أنا درست فيه هيك كان، يعني قليل جدا قليل جدا بيعدي نهار ما ناكل عصايتين ثلاثة على الإيدين، يعني قليل جدا. يعني شو بدي أقول لك، والأهل يعني الأهل، الأم أمية نهائيا، الأخ الكبير ما هو داخل مدرسة، أخوي الأكبر مني لم يرى المدرسة نهائيا، زلمة على الكتاب، مو الكتاب، أنا دخلت الكتاب طبعا بطفولتي كمان. يعني هذا نظام المدرسة، نظام بائس. فالطفل شو بده يكون يعني، الطفل ما ينتبه على يعني لما يجي يروح. خلاك يعني ضوج من الدين او من الله، من اي شيء من الدين يعني؟ ما في شيء غير حياتك يعني، مثلا تقول هذا الشيء احتقرته بالدين الاسلامي وخلص، انا بعد يعني لا اؤمن بهذا الدين يعني؟ لا لا لا، ما اجت هيك الحكايه نهائيا. فلا جايك بمجرى الحديث يعني، يعني اللي عم بقول لك انه ليش تاخرت القراءه والكتابه معي. فما دائما خائف، يوم ياما هربنا من المدرسه لانه ما كاتبين وظيفه، خوف، في خوف يعني، هربانين من المدرسه نروح على الجبل، كان في عنا جبل ورا المدرسه، روحنا نهرب من المدرسه ما نروح، يعني جو تعيس كتير خلانا يعني نهرب من المدرسه بدل ما نحب المدرسه. على كل، وصلنا لاعدادي، بدات بتعلم القراءه، يعني صرت اعرف اقرا واكتب يعني. فبدات يعني كان وقت القوميه العربيه، وحزب البعث كان وقائد الاسد، ويعني صارعين دماغنا، وشبيبه الثوره كانت، والاشياء هاي التافهه. فبدأنا بالقراءة، بدأت أنا بحب القراءة في الفتوحات، أقرأ الفتوحات، قرأت في كان مكتبة اسمها مكتبة الفتح في قهوة الشعار،
إذا حدا بالحلبي بيعرفها أكيد يعني، ما بعرف إذا موجودة لهلا، هي صار لها أكثر من 30 سنة عن الحكاية. فكنت على دائم مداوم على هالمكتبة، هي قرأت كل فتوحات الفتوحات يعني، مسكها من خالد بن الوليد بالبداية لعبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الخارج وعقبة بن نافع وطارق بن زياد، وهذا شو كان في يعني، ما عرفنا شيء بصراحة ذاك الوقت. كثير قرأت، وصلت لمرحلة الصف الثاني الإعدادي، يعني مسألة إنه الإله هي مأجلة، دائما مأجلة، ما عم فكر فيها، إنه أنا لن شيء، ماني ما عم بفهمه، بدي أحاول أفهمه، يعني ما عندي موقف إنه بدي أو لا أو شيء. فوصلت لمرحلة الثاني إعدادي، بتذكر لحد الساعة هاي في درس العلوم الأستاذ بدأ يشرح لنا عن المجرة والنجوم والكواكب. في أول ما بدأ الدرس هذا يا رجل، أنا وصلت في يعني خيالي، طلعت من الصف بخيالي، طلعت من الصف وتبحرت في السماء. الأستاذ عم يشرح، أنا دماغي في السماء يعني، ما بقيت بالصف من كتر ما عشقت الطرح هذا. حب أول مرة في حياتي أستمتع بطرح دراسي في المدرسة، أول مرة في حياتي أستمتع بكل معنى الكلمة بطرح دراسي. ف من هون بدأت، ومثل ما بقول وصلنا المرحلة الإعدادية الثالثة ورسبنا فبقيت المسألة هون، مسألة الإله. أنا بالنسبة إلي كنت يعني أرجئها، يعني فيما بعد لن أفكر. وصلت لمرحلة صار بدي، يعني مثل ما بقولوا قناعاتي وصلت إنه في شيء غلط بالدين، مستحيل يكون الدين هيك بهالشكل، هذا مستحيل يكون بهالشكل. فصرت بدي تبرير أنفي فيه وجود الإله، يعني ما كان في شيء من الدين ذات نفسه ينفرني، أو ما بحثت بما فيه الكفاية، أو حتى هداك الوقت ما كان عندي القدرة على التمييز إذا بحثت أصلاً يعني. بس أنا كان بدي بحث من العلم، بحث علمي يعني، تبرير علمي، أو بدي دليل علمي يعني، بغض النظر عن الدين لأنه ما فيه شيء يعطيك إياه، غير قال أبو هريرة وقال فلان وقال علان ومحمد هيك سوا، شو الدليل؟ ما في دليل. يعني متفقتك أنت مؤمن بالعلم وحبيت تلقي حجة لترك الإسلام، صح؟ بالضبط. هذا السؤال طبعا طرح الأخ رياض، إمتى تركت يعني تركت الإسلام نهائيا يعني؟ تقريبا انت راح حكيتها او راح تحكيها يعني، اي سنه مثلا او كان سن ال 14 لل 15 تقريبا يعني. كنت عم بدور على حجه حتى اترك الدين، لانه الدين ما فيه شيء مفهوم، ما فيه شيء واقعي، ما فيه شيء دليل ما فيه. فما لي غير العلم. قرات في العلوم، قرات كثير بصراحه، وقتها أنا تعرفت على مكتبة اسمها مكتبة الشروق في شارع بارون، كان بحلب. بوقتها بتعرف بالثمانينات، هي الحكي هذا بالثمانينات، وكان وضع النظام السوري مع الاتحاد السوفيتي كتير أصدقاء وكتير متقاربين. فكان في مكتبة الشروق، هي تجي إصدارات كلها من موسكو يعني، أخذت تقريبا المكتبة الشيوعية كلها قرأتها. ففي كتاب كان اسمه المادة والوعي، لا أذكر اسم صاحب المؤلف، لا أذكر، ولكن واحد من هالشوفات اللي يسموه خرشوف ولا ترشوف ولا مرشوف، واحد من هالشوفات هذول. فكان عم بيحكي بفكرة أنه
فكرة علاقة الوعي بالمادة، وكيف ممكن البروتينات تطلع من الأرض أو من نبات، من هيك أشياء. فما لا أذكر الفكرة بالضبط يعني، بس يعني تقريبي بشكل تقريبي أنا أعطيه. فبوقتها كان نص الكتاب، قلت أوكي اقتنعت الآن إنه لا إله، شلت الكتاب حطيته على طرف، ومن ذاك الوقت أنا ملحد بكل معنى الكلمة. عندنا مثال لا بالمسرحية تاعي صالح، يقول بمسرحية مدرسة المشاغبين، يقول أنا مستعد للانحراف بس عاوز اللي يوجهني. والثامنة يعني من الله، أنت بس ردت واحد يوجهك حتى تلحد يعني. لا، هو مو انه واحد يوجهني حتى الحد. انا لو يعني مسألة الدين بوقتها وصلت لمرحلة انه ما عم بفهم الدين، غير قابل للفهم الدين اصلا. يعني انا بدي شيء افهمه، اذا ما فهمت مستحيل اقدم عليه. هيك طفولتي وهيك شخصيتي من اول ما من صغر يعني. يعني من عقلك رفضت هذا الدين بسبب انه العلم منافي للكلام اللي ينذكر بالكتب، صحيح؟ بالضبط بالضبط. فكان بدي حل، بدي افهم يعني، بدي افهم. انا ما عندي مشكله انه يكون في الله ولا ما، ولا الدين صح ولا غلط ولا اي شيء من القبيل، ما كان عندي مشكله. انا بس بدي افهم يعني، فهمني اوكي، انا ما راح اتبعك بدون ما افهم. هي كانت النقطه، شخصيتي كانت هيك من طفولتي، من صغري، من اول ما فتحت عيني على الدنيا فهمني حتى اتبعك، ما فهمتني خلص ما بتبعك، بدي شيء افهمه. فوصلت لمرحله المراهقه، بدايتها بال 14 15 هالعمر هذا كان، حتى فهمت العلم علميا، فهمت انه الوعي الماد الوعي هذا الحياه ممكن تجي من غير تدخل غير مفهوم يعني، ممكن نفهمه. فمن هداك الوقت انا ملحد يعني، وكنت ضر مثل ما اقول الكراد انتهى. يجي سؤال اخر جان، يعني شنو كان رد فعل اهلك على هذا لما اعلنت الحادك؟ وهل بقيتها في نفسك ولا اظهرتها؟ ومتى اظهرت الشيء؟ وما كان رد فعل اهلك على هذا الشيء؟ هو هن ما بصراحه يعني هن اجهل من انه يعرفوا شو معنات الالحاد كامل يعني، كانوا في جهل إلى أبعد الحدود، حتى لا يعرفون معنات شو معنات الإلحاد. أنا مش نعلق نشرك للدين يعني. بس يعني دين صوفي بسيط، متجذر في الجهل، متدين جدا، وما فهمانين الدين أصلا يعني. هن قشور الدين، الطقوس وأشياء هيك، ولكن بشكل كتير جاهل يعني. ولا بس والدي هو الوحيد اللي كان يقرأ، ويقرأ بطريقة صوفية، يقرأ ولو كان من أتباع هذا، من مريدي عبد القادر الجيلاني، سمعان فيه طبعاً، عراقي، هذا عايش بالعراق. بالضبط، عبد القادر الجيلاني، هي الطريقة ما بعرف شو هي. المهم كان من اتباع من مريدين عبد القادر الجيلاني. الصوفيه اللي انت قلت عليهم، هو صوفي كان يعني همهم بالحياه العباده فقط يعني. بالضبط. فالمهم يعني انا وقتها ما كان عندي يعني، كيف بدي اقول لك، ما كان مهم بالنسبه لي اعلن الحادي ولا ما اعلن، ولا اقول لهم ولا شيء، بس يعرفوا، صاروا يعرفوا التوجه يعني. الكتب اللي كانت عندي بالبيت كلها كتب من المكتبة الشيوعية أصلا يعني، من المكتبة الماركسية، علم الجمال الماركسي، اللينينية، الديلكتيتية، التاريخية، الجدلية، ما بعرف شو، كل هالكتب هاي اللي الكتب الشيوعية الصادرة من موسكو. فالمهم يعني ما كان في أهمية إنه أقول لهم ولا يقولوا لي، ولكن أصلا أفكر بهالموضوع إنه والله أطلع أقول أنا ملحد، بس يعرفوني إنه أنا ضد
يعني هلا في شيء خرافات ما احبها، بدي طريقه علميه. لا شال ولا حطه وعايش بيناتهم وعادي وجدا، يعني ما في اي مشكله، ويعرفوني حتى برمضان مثلا، حتى اذا حطوا الاكل ما اكل حتى يصيح الله اكبر مثلا، لانه يعني ما معقول اكل وهن كلهم ملتمين ما بياكلوا يعني. ف ما صليت نهائيا، رحت مع والدي كم مره على الجامع في صلاه الجمعه، كنت اشوفه مش عالم عالم مقيت، وخصوصا لما كنا ندرس بالكتاب، عالم مقيت، عالم دكتاتوري، عالم يعني فيه خوف فيه رعب، أكره العالم هذا كنت. طيب جان، نجي على جانب آخر من حياتك. اللي أنا أعرفه عنك والأصدقاء يعرفوه عنك أنه أنت كنت مهتم بتأليف الشعر، يعني أو متى بدأت في تأليف أول قصيدة، قصدي أول بيت من شعر، وكيف يعني إجت على بالك، وعمرك كم كان وقتها؟ تمام. أول أذكر أول مرة، أول محاولة لكتابة الشعر كانت بأول إعدادي صف السابع، يعني كان عمري 13 سنة ذاك الوقت. أذكر أول ما دخلنا الإعدادي كان ببداية السنة الدراسية في قصيدة لشخص ينادي فيها فلسطين، يقول فلسطين نادت فلبوا النداء إلى الحرب هيا جيوش الفداء. هل بيت هذا بذكره لحد الساعة هاي. فأنا شلت فلسطين ونادت، حطيت أبو البر نادى فلب النداء إلى الحرب هيا جيوش الفداء. ومن هون يعني بدأت، يعني حسيت إنه الشيء بدون ما يعني بدون قصد، بدون إنه ولا بدي أصير شاعر ولا بدي أصير شيء، هيك أكتب، يعني أكتب شعر بدون تلقائي ذاتي، شيء ذاتي. سؤال آخر لك، إنه كيف يجيك الإلهام؟ يعني يجيك الإلهام وتكتب، ولا تفكر وتكتب، وشنو الجو المناسب لك في التأليف؟ يعني هو حسب يعني الفترة كيف؟ كتابة الشعر، يعني قصدي تجيك إلهام ولا تفكر فيها، ولا كيف يعني؟ أنت شنو الجو المناسب لك للكتابة يعني؟ يعني في بصراحة في قصائد ممكن أفكر فيها السنة، حتى تجي على التولة مثل ما بقول، ويجي الإلهام أقدر أكتبها كاملة، يعني أفكر بفكرتها ببيتين ثلاثة منها، وتم معي سنة وسنتين مرات حتى أقدر أكتب القصيدة كاملة. وفي قصائد بتجي مباشر، بتقدر تكتبها من الأول من الألف إلى الياء، يعني ما بتقدر تقول في حالة معينة ممكن أكتب فيها شعر ولا قادر أخلص فيها قصيدة. يعني في قصائد بتطول كتير حتى قادر أكتبها، حتى يعني مرات 6 7 شهور سنة ما بقدر أمسك القلم. يعني يجيك إلهام. إلهام، هو إلهام يعني فقط، يعني أنا ما بقدر اقول والله اليوم بدي اكتب قصيده خلاص. في مرات بدي اكتب قصيده بس بعرف حالي في فتره انه في عندي شيء بدي اعطيه، خصوصا اوكي بدي اكتب اليوم، بدي اكتب، بدي اروح اكتب، بروح بكتب، بس بعرف في شيء جوا بده يطلع، بس انه ما يكون في شيء واتقصد اكتب اقدر اكتب، هذا اكيد لا. طيب في سؤال جانا من أخ أحمد رضا، أحمد رضا يقول لك سؤال أخ جان، هل الدين كان سبب خروجك من سوريا؟ لا لا نهائيا نهائيا، ما يعني ما له علاقة يعني، نهائيا الدين ما له علاقة. أوكي طيب، نجي سؤال آخر
احكي لنا عن اجمل طرفه واجهتها. يعني انت طول الوقت موجود بقناه الجهر وبصفحات الجهر وصفحات الاخرى انت مشترك، احكي لنا على يعني اجمل طرفه صارت وياك او سؤال معين اتسالت من مشاهد او مشاهده. بصراحة ما يعني ما عدى علي طرفة، أو حتى إذا ما عدى علي طرفات أكيد كتير طرفات، ولكن نسيانهم صراحة، يعني أنا ما لا أحتفظ بهم في ذاكرتي. يعني في واحد قال لك شيء السؤال كان لك مضحك او غريب او لا شيء؟ لا نهائيا، يعني خصوصا الأسئلة الأخوة المؤمنين، هي على رغم كتير بتلاقي في أسئلة مثلا يعني غير عقلانية، ولكن أسئلة متكررة وأسئلة مفهومة، أو ممكن تقدر ما تقدر العقلية. ترجع. بس خليني أكمل هذا الحكم، أعطيني مجال. عفوا ارجع اسعف ذاكرتك شوي. لا لا بس أخلص لك، تفضل. شكرا. اوكي حبيبي. فالأسئلة كثيرة، ويعني أنا أقدر أنه في كثير أخوة بيطرحوا أسئلة، انه اقدر انه المستوى التعليمي او المعلومات اللي عندهم بيكون محدوده جدا، وتكون اسئله بالنسبه لي ساذجه يعني، ولكن اوكي انا لا يعني لا تجيني كطرفه مثلا او كشيء من القبيل. يعني اعرف مثلا ماذا كان قبل الارض؟ السؤال جاني امبارح يعني، بصراحة طرحته على أخوي رياض، يعني هذا السؤال هذا، طيب ماذا كان قبل الأرض وكيف قبل خلق الأرض؟ يعني لو الأخ مثلا متعب حاله 5 دقائق بكتاب، أو خلي ساعة ساعتين، يوم يومين ثلاثة 10، قريان له كتاب عن كيف تكونت الأرض، أكيد كان عارف شو كان في قبل الأرض. ففي أسئلة كتير تجي هيك، وأنا لا يعني ما اشوفها بشكل انه مضحكه بالنسبه لي او شيء، اقدر انه شعبنا لا يقرا، لذلك مشان هيك هو اصلا يعني بهالحاله هي من الانحطاط. بس اذكرك جان، انت تتذكر يعني يوصفونا بالماسونيه والصهيونيه ما يخلون صليبي صهيوني ماسوني، كيف دبروها ما بعرف، يعني مع بعض يرشون كل الالتئامات مع بعض يعني. وكلام مثلا يقول لك انت تقبض من كم يقبضوك الماسونيه او كم يقبضوك اسرائيل من مصاري لتحكي هذا الحكي يعني، وانت اصلا فاتح القناه من شان تتربح من وراء اليوتيوب او هكذا كلام يعني. احب تجاوبهم يعني على الاشياء يعني. أكيد أكيد، يعني هو أنا مثل ما قلت يعني إن جماعتنا إلى أبعد الحدود منغلقين، ونعرف نحن جماعتنا إن كان من نظام، إن كان من خلينا نقول مؤسسة دينية، من كل النواحي مسألة المؤامرة هي عندهم يعني أهم الأهميات. مثل ما بقولوا المؤامرة عندهم أكبر شيء، يعني كل شيء بيشلفوه على المؤامرة، عم بتآمروا علينا، عم بتآمروا علينا، يعني هن ما متوقعين لأنهم منغلقين إلى أبعد الحدود، إن كان من الأنظمة ولا إن كان من النظام الديني ولا إن كان من النظام التعليمي، منغلقين إلى أبعد الحدود حتى لا يعرفون. يعني إذا فكر إذا قلت له أنا غير مسلم، عجيب شلون يعني غير مسلم، ما في شيء اسمه تقبل الآخر. فلذلك إذا طلع واحد مثلي مثلا فتح قناة يوتيوب وصار يحكي بشكل هن ما متعرفين عليه، ما متعودين على هالكلام، لأنه هن متعودين على العقل الجمعي البحث، كل الناس لازم تخدم هالعقلية هي وهالفكرة هي. فيطلع شخص مثلي انا وانت ولا الشباب اللي يفتحوا قنوات يوتيوب، اكيد راح يقولوا مؤامره وعم تقبض من الماسونيه بس يعني
لو يفكروا شوي، هل اللي بده يقبض من الماسونية بيكون عنده هالإمكانيات هاي؟ يعني إسرائيل ولا أمريكا يعني عاجزة إنه تفتح للملحدين قناة فضائية مثلا؟ يعني كبروا عقلكم شوي، كبروا عقلكم شوي. لو في مسألة ماسونية ولا دفع ولا شيء، أقل شيء كان شفتونا على قنوات فضائية، أقل شيء كان عندنا خيو نقول إذاعة، ما بدنا قناة فضائية، إذاعة راديو يعني، مو يعني قناة ويسكروا لنا إياها. واليوتيوب يعني لو اليوتيوب هو أهل الماسونية، يعني اليوتيوب ليش يسكر لنا قنواتنا؟ الفيسبوك ليش يسكر لنا حساباتنا؟ يعني فكروا فيها شوي، لو في شيء من هالقبيل هذا كان، يا ريت يا ريت. أنا أتمنى يكون عندي دعم من إسرائيل، أتمنى يكون عندي دعم ويقدروا يخلوني أتفرغ مثلا للعمل هذا بشكل منظم، ويقدروا يعملوا لي حملات دعائية مثلا يوصلوا صوتي للناس. أتمنى يا ريت، وما عندي أي مشكلة بصراحة، لا من طرف دعم أمريكي ولا دعم روسي ولا صيني ولا أي شغلة، أي واحد يدعمني أوصل صوتي لأهلي في جوا، أقول لهم أنتوا عم تعبدوا خرافة، أنتوا عايشين في عالم انحطاط، ورحب به. يعني الجان هو شنو اللي يجي من اليوتيوب؟ يجي شيء تافه، ولكن هل هذا الشيء يستدعي انه واحد يضحي بحياته، يعني على مود $100 ولا $200 ولا؟ يعني فكروا شويه، يعني معقول الانسان يقتل نفسه في سبيل مبلغ تافه مثل هذا ولا $100,000؟ يعني اذا واحد ما عنده مبدأ بالحياه طبعا راح يخاف، لكن المبدأ هو اللي يحركه، لا ينظر إلى المادة نهائيا. يعني أشياء تافهة لا تذكر، يعني الفلوس اللي تيجي من وراء اليوتيوب، يعني ما يستاهل هذا الشيء نضحي بحياتنا على مدة. فشوية فكروا. أنا إن شاء الله بالحكم اليوتيوب قناتي هي، يعني وأنا مستعد أطالع لك هلا أساوي شير سكرين شو عم يجيني. يعني 63 باوند جاني الشهر الماضي، 63 باوند تعرفوا تقريبا $90، $90 للشهر كله. يعني إذا أنت عايش بلندن $90 بتروح فيه على ماكدونالدز تاخذ العيال مرة واحدة وترجع، يعني تروح على مطعم بتحط $90 وتطلع. يعني هل من المعقول ده عايش على $90؟ يعني أشياء تافهة، يعني اللي بيحكي بهالموضوع هذا بيكون تافه، ما بيكون شايف دنيا. يعني هي بالأخير، يعني معقول أنا بدي أحط؟ ولسه عم بقول لك اللي خالف تعرف، خالف تعرف. أنا أقول لكم شغلة، يعني بيجي بيقول لي خالف تعرف وأنت مشان تنشهر وما بعرف شو، شو هالشهرة اللي بدي أخذتها أنا من اليوتيوب؟ شو هالشهرة اللي أخذتها من اليوتيوب؟ قال لكم شغله، يعني انا بكتب شعر، وبكتب شعر بشكل مقبول وبشكل جيد وبشكل يعني كثير ناس بتشوفه جيد، وهذا مو غرور مو شيء، انا بعرف امكانياتي. قناه حلب اليوم لحد هالساعه هي بتطالع لي القصائدي، قصيدة لاجئ سياسي موجودة بتطلع، قناة بردة، قناة عبد الحليم خدام. يعني هدول المعارضة. أنا إذا أكتب للنظام كان أصلا هلا من كبار شعراء النظام، لو كاتب من صغري للنظام ما عندي أي مشكلة. ببداية الأحداث بسوريا كانت الجزيرة قناة الجزيرة بتعرفوها مسوية مسابقة لشاعر الحرية، شاعر ما بعرف شو، شاعر الحرية أظن كان، بعثت لهم قصيدة صرخة في وجه الأسد، قالوا لي تعال. وقتها كانت الأحداث جديدة، وخفت أنا أروح مشان خواتي بصراحة، النظام لأنه ما له أمان نهائيا. يعني بدأ كلكم بتعرفوا النظام بنتقم من أهلك. اجتني دعوة والإيميل موجود، صار له 6 سنين عمره تقريبا، ما رحت، خفت بصراحة على خواتي، يعني بكل بكون صريح، يعني لأنه النظام
ابن حرام، نظام إرهابي بشكل عجيب يعني، ونظام جبان إلى أبعد الحدود، ما بلحقك أنت، بلحق أهلك، بنزي أهلك. صحيح. فمسألة إنه بهالفيديوهات دي انشهر، أنا لو بدي الشهرة ودايس على مبادئي وماشي من زمان، كان ماني محتاج لا ليوتيوب ولا محتاج لغير يوتيوب، اصلا ما كان طلعت من سوريا نهائيا. يعني انا اكتب الشعر من عمري 13 سنه، لو كتب كلمه للنظام، ها كلمه، كان هلا صرت من كبار شعراء سوريا. وما غرور، هاي امكانياتي، بعرف امكانياتي وما بيهمني يعني. اذا واحد والله لو طلع لي واحد فهمان قال له والله انت ركيك ولا انت مكيك، ما بتهمني المسائل هي، انا بعرف امكانياتي وبعرف كل شيء عندي يعني، ما بيهمني حدا اصلا. فمساله الشهره مهره، هي خبروها دعايه لكم يعني. تفضل ابو الحكم. يعني اقول لك، اتذكر انت قلت لي لابتوبك قديم ومو قادر تجدده، يعني اذا انت غني كنت انت تاخذ احدث الاجهزه يعني. يعني طيب، استنى شوي افرجيكم شوي الاستوديو اللي انا قاعد فيه عشان تعرفوا قيمه الماسونيه اللي عندي. ها هي الاستوديو اللي عندي، انا اتمنى منكم تشوفوه وتأمعنوا النظر فيه يعني. شوفوا، شايفينه؟ هاي الاستوديو اللي عندي، اتمنى منكم شوفوا الاستوديو العملاق اللي عندي حتى تدركوا انه قديش الماسونية هي العالمية هي بعمتنا. على كل يعني، شوف وين راحت الصورة. ها اتمنى تكون الصورة كانت واضحة شوي يعني، صورة الاستوديو اللي وضعته فيه الماسونية العالمية. كل شيء تمام. طبعا جتني رسالة من، طبعا اشكر صديقتي واختي نسرين، جاي تبعث لي الاسئلة ومهتمة بشاركنا وتساعدنا. طبعا بعثت رسالة عن طريق الاخ عصام السلومي، يقول لك سؤال لجان، ما الفرق الذي طرأ عليك على حياتك بعد ان تركت الدين؟ يعني شو التغيير؟ اشكر لاخوي عصام، يعني اخوي عصام لو متابع، انه انا ما دخلت بالدين حتى اشعر بالفرق بصراحه يعني بترك الدين. انا ما تركت الدين لانه ما دخلت بالدين اصلا يعني. طيب نجي الى سؤال اخر جان، شويه مثل ما يقول ان نغير الجو يعني. طيب اخوي، على كل في اصدقاء في عندهم مكالمات، انا بدي اخذ اتصالات اول شيء، لانه عندك سكايبك ضعيف شويه بالحكم. صحيح. خلونا ناخذ من الاخ اظن بارون. يا ريت بس ترفع السماعة. تفضل اخونا، تفضل اخي بارون. الو، مرحبا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، معك بارون من لبنان. اهلا وسهلا بارون. بس اليوتيوب عندك لو تطفيه. وطيت صوت اليوتيوب حتى اسمعك بوضوح بدون تشويش. تمام، تفضل. جون، أول شيء أنا بحبك وبحب اسمك، لأنه اسمك ترجمته، ما بعرف إذا أكيد أنت بتعرف، ترجمته بالكردية والتركية والأرمنية تعني روح. آه بالضبط، صحيح. جون هو بالكردي، يعني بتعرف يا بارون، بالكردي بتعني الروح،
وبتعني الجسد كمان وبتعني الجميل، يعني ثلاث معاني بالكردي الآن. صحيح صحيح، وبالتركي بتعني الروح، لأنه كل الأغاني بتحكي عن جانم جانم، يعني حبيبي وروحي أو قلبي أو حبي. أنا من الناس اللي إجمالاً ما بحب شبكات التواصل، بس بحضر اليوتيوب وبحضر محاضراتك وبحضر تروحاتك، لأنه أنت بلاقيك إنسان قريب للقلب وعقلاني وعايش على أرض الواقع. تسلم يا طيب، تسلم. في عندي من عدة، طبعا أنا من خلفية مسيحية، بس إنسان كبرت بالعمر وتنورت وريت وطلعت، ومني متمسك بأي ديانة، يعني لا المسيحية ولا، وعارف كثير عن الإسلام، عندي اطلاع. ودخلت مرة مع النبي سامي الدين وأبدأت ملاحظات حول القرآن وكتابة القرآن إلى آخره ومصادرها والأخطاء الموجودة فيها. لفتني، كنت عم بتسمع، أنا ما دخلت من أول البرنامج، بس حديثك كان شيق، بحيث أنه أنا عندي ذكريات مشابهة لذكرياتك، خاصة بمدينة حلب ومحيط حلب، يعني من عفرين ومن عزاز. عشت فترة من الشباب بسوريا، وبتذكر كثير منيح المكاتب اللي حكيت عنها، بس ما بعرف ليش استثنيت مكتبتين كثير مهمين بحلب، وحده على مدخل المناطق المسيحية بالأكثرية المسيحية اللي هي العزيزية، مكتب بمدخل العزيزية صح، اللي هي كان اسمها المركز الثقافي، وفي مكتبة أهم منها هي المكتبة الوطنية اللي بباب الفرج، حد ساعة الباب الفرج. صدقني ما دخلت لها أنا نهائيا بارون، ما دخلت لها المكتبة الوطنية، يعني ما بعرف ليش، ما بعرف بصراحة، يعني هالمكتبتين التنتين ما دخلت لهم نهائي. أنا ما أظن نفسي يمكن داخل مرة واحدة أذكر هيك إذا في ذاكرة، بس ولكن أخذ منهم كتب وشيء ما دخلت نهائيا. مكتبة الشروق هاي اللي عم بحكي، كنت أروح أخذ الكتب طبعا بفلوس أشتريهم وبأرخص الأسعار كان. لا أنا يا ريت، يعني سنحت لك الفرصة أنه دخلت المكتبة الوطنية، لأنه هي من المكتبات العربية أو دولنا، يعني من المكتبات الكبيرة اللي فيها يمكن فوق 100,000 أو 200,000 كتاب. وأنا كنت يعني بقضي، لما نكون بحالة بقضي معظم وقتي بهالمكتبتين، يعني المكتبة الوطنية والمركز الثقافي. كنت عم بقول انه على يعني المكتبة الوطنية، اكيد بتعرف انت وكل اللي عاشوا بحلب بيعرفوا انه كانت هي على مدخل منطقة اسمها بحسيتا. بالضبط. بحسيتا بحسيتا وبحسيتا، ما بعرف اذا مسموح على قناتك انه اذكر شو هي بحسيتا. تفضل بحسيتا ولا يهمك، تفضل. بحسيتا هي عبارة عن منطقة أو أحياء، عدة أحياء مسورة يعني مسكرة ولا مدخل، وجوا بقلب الأحياء في بيوت للدعارة، دعارة المشروعة، يعني على باب المدخل تبع بحسيتا بيجلس بيقعد هناك شرطي معين من الدولة حتى يفحص الناس أو يمتحن الناس إذا كانوا كبار بالعمر بالغين ولا صغار، يعني تحت 18. وأكثر الأوقات نحن كنا لما ننزل على حلب على باب الفرج كنا نزور هالمنطقتين، يعني بس بارون هي قبل حافظ أسد، لأنه إجا حافظ أسد وشاله، يعني أنا كعمري، لأنه أنا من جيل الحركة التصحيحية، فأنا ما شفت هالشغلات هي بحسيتا، ما لحقتهم، يعني ما تمتعت بهالامتيازات. لا ما لحقتهم صراحة، أنا ما شفتهم، بس كنت أسمع من أصدقائي إنه كان بحسيتا هي كانت هيك وجا حافظ أسد شاله، يعني صحيح. أنا بالعمر يمكن من جيل أكبر منك مرتين أو مرة ونص بالأقل، يعني لا مرتين مستحيل.
لا قطعت الستين انا، يعني انه تكون اقل، حقك اقل يعني من وحاجات مره هذيك. ونص يعني، اقل من مره ونص يا رجل، مره وربع لا مرة بلكي ونص. يعني. انا ماني صغير كمان، انا مواليد 70. مواليد ال70 عام. طيب انا بعثت لك رساله وقلت بدي اثني على كلامك بعده مواضيع، في مجال الوقت متاح لإلي؟ تفضل تفضل. اول شيء على قصه تعظيم وتربيب محمد يعني رسول الاسلام، في مرحله او في زمن معين، طائفه معينه او اذا بدك توجه معين من الاسلام يسمون بالاحباش، ما بعرف سامع عنهم، موجودين اكثريتهم بلبنان، هن سنه متطرفين مكفرين، بينشروا اعلام ويافطات على الطرقات يمدحوا النبي يعني نبي محمد، ومن اكثر اليافطات تمدح فسا ودرات النبي. يعني انا مره تفاجات وانصدمت لما لقيت انه فساك من ريح الجنه، هيك مكتوب على اليافطه وهي مصوره وموجوده عندي. هذه اول واحد. قصه كنت عم تحكي حضرتك عن التربيه الاسلاميه او المسيحيه الموجوده ضمن الاراضي السوريه او الشام، ببلاد الشام لنحكي بشكل عام. هو الخطا الكبير هو بطريقه التعليم او اسلوب التعليم يلي بيتبعوها المسؤولين عن الوزارات او ما بعرف عن يعني الناس اللي بيتبعوا او هن المسكين بزمام امور التربيه والتعليم. مبدئيا التعليم ببلاد الشام هي يا اما عن طريق الدوله يعني المسؤول عنها الدوله او ارساليات معينه يعني ان كانت مسيحيه او غربيه. تنحكي يعني في عندك المدرسه الالمانيه، في عندك المدرسه الفرنسويه، في عندك حتى ايفن يعني المدرسه الفرنسويه في عندهم مدارس اسمها مدارس لايك يعني اللي ما بيتدرس فيها الدين. واشهر الناس اللي بيتبوأوا مراكز وعلميه واقتصاديه هن من خريجي مدارس اللايك. اللايك هن بيفصلوا الدين عن العلم. هلا انا بلاقي مبدئيا يعني لقيت او اذا برجع بالذاكره معك بلاقي انه المدارس الدوليه اللي بسموها المعارف تعليمهم سيء جدا. صحيح. ما بعرف مين بيحط المقررات يعلم هالاجيال الطالعه، بس التعليم ما بيجي بطريقه التلقين. يعني انا بتذكر انا ترعرعت وكبرت ودرست بمدارس مسيحيه خاصه، وكان المفروض علينا بسوريا، بنحكي بسوريا، كان المفروض علينا انه نتعلم اللغه العربيه مطعمه بايات قرانيه وبقصص قرانيه او بتاريخ اسلامي. اشكرك. طيب اخوي بارون، لانه بصراحه في اصدقاء كثير بده يتصلوا وبعثوا لي كمان، وصار يعني اكثر من ساعه وقت البرنامج، فاشكرك جزيل الشكر. البرنامج مو الي، لاخونا ابو الحكم يعني عم بيطلع علي بنظره عدائيه يعني. اشكرك اخوي. ممكن اشكر ابو الحكم كمان، اكيد هو عم بيسمعني. اكيد انا معجب فيه، معجب بروحه المرحى، بس بتمنى عليه انه الاستهزاء يكون اقل شوي صغيره، خاصه الناس منصدمين من الاشياء اللي عم تقولون على برنامجكم. اشكرك اخوي بارون. اكيد اكيد اشكرك. شكرا لك. سلامات. شكرا لك. سلامات. توفيق. سلامات. تفضل اخوي بالحكم. على كل في جانو على الدور واقف وفي قيصر على الدور واقف، فانت حدد ايمتى ناخذ. اعرض سؤال وبعدين جانو وسؤال. يا ريت بس تعلي صوتك عشان اسمع السؤال. يعني انا ما خلصت الاسئله صراحه، لانه بس صديقنا جانو حبيبي نسوي يعني سؤال واتصال سؤال واتصال. انا عارف
اخواننا المشاهدين جميعا منتظرين، ولكن شوي عندي اسئله مهمه بعد ما طرحت الاخ جان، ويعني اليوم خليه غصبا عنه يقعد الى ان اخلص. طبعا اشكرك اخويا بارون على كلامك الجميل، و يعني احنا لما نستهزئ طبعا لما نشوف شيء معين بالدين مضحك لازم يعني نضحك وياه، يعني احنا لا نسب ولا نغلط على اي شخص، ولكن نذكر مساوئ الدين، ومرات تصير فيها طرفه. يعني مثلا اذا تجيني شغلات يحكي لي عن الخرافه اللي بالاديان وسوينا ايات خرافيه يحكي عن هذا الموضوع، لازم غصبا علينا نضحك، يعني شو نسوي يعني. فاتمنى يعني المسلمين يتفهمون هذا الشيء ويبحثون بنفسهم. اوجه لك السؤال وبعدين ناخذ صديقنا جان وبعدها الاخ قيصر. حبيت تحكي لي على يعني مثل ما يقول شوي نلطف الجو، يعني تحكي لي على اول حب بحياتك. يا سلام، هو دخله ايه؟ لا انا بتمنى تروح على السؤال الثاني. اوكي، بس انا امبارح نبهتك انه عندي هالسؤال ما قلت لي لا تطرحه، مو مشكله. ولا يهمك، بس انا كمان حبيت يشوفوا الناس قد ايه انا ديمقراطي بقى. اوكي، طيب انا اجيك على السؤال الاخر وبعدها ناخذ صديقنا جان، او ناخذ جان لانه هذا السؤال شوي مهم وممكن شوي تطول فيها، وما اريد اخونا جان ينتظر اكثر. اذا تحب اخذ مكالمه جان، لان هذه النقطه اللي راح اتطرق لها ممكن شويه يعني تطول، يعني مثل ما يقول. ف استقبل الاخ. طيب اول شيء خلينا نعمل بلوك لشخص اسمه سوا قبل ما نبدا نشوف سوا وينه. سوا يا سوا، اين انت يا سوا؟ واحد اسمه سوا عم بكتب رقم تليفونه يظهر، وطبعا مو هون للجماعه اللي مثل ما بيقولوا روميو وجولييت، نحن ما عندنا. فعلا امبارح هم سواها يعني. بس انت استقبل المكالمه، انا اسوي له بلوك. طيب خلص، انت شوفه واعمل له بلوك اذا شفته. انا راح اخذ اتصال من اخونا جانو. قيصر راح ارجع لك بعد ما اخذ اتصال جانو. اين انت يا جانو؟ وين اختفي جانو؟ جانو اختفى، لم نعد نرى جانو. هذا قيصر، اذا جانو ما حصلته اخذ قيصر. اتمنى ترد علينا يا جانو. عم بروح. اهلا جانو، اهلا، تفضل جانو. تحياتي حبيبي. اهلا جانو، اهلا حبيبي. جان لك ولي حبيبنا ومفسرنا واخوي العزيز ابو الحكم. طبعا حبيبي ضحكت كثير لما جبت سيره الماسونيه والفسق والزندقه والما بعرف شنو. انا من البديهي انه شخص، طبعا خليني اول شيء اسلم على كل جميع اخواني في الشات، بالاخص اخويا وحبيبي قيصر. طبعا قيصر هذه الثلاث حلقات الاخيره كنت هائل، عجبني يعني مثل ما بيقول اخواننا المغاربه بزاف يعني، كنت رائع بكل معنى الكلمه، وتحياتي لجميع الاصدقاء. من البديهي انه الانسان المسلم او شخص اللي عنده المنطق ان يسال نفسه ليش المسلمين فقط هم ماسونيين وزنادقه وخارجين عن القانون؟ يعني شو السبب انه انت يا جان او ابا الحكا احنا يعني من نفس يعني هذا المجتمع، من بني جردة هذا المجتمع. أبوك كان شيخ، أنا جدتي
جدتي وجدي كانوا رايحين للحج، يعني شو السبب انه انا صرت ماسوني؟ يعني لازم هذا السؤال انتو يا شيوخ تطرحوه على نفسكم. السبب انه هذا اللباس الضيق، هذا الفكر المتحجر ما بقى تفيد في عصرنا هذا. كان في عصر الماضي طبعا ما كان بتمشي، بس فرضا انه مشى بضرب الرقاب وسيطر على الناس. الان ما بتمشي، الان اذا بتسوي هيك في اشياء تحتم عليك، مثلا انت ما محيت قرار العبودية حبا في انه بالإنسانية، لا، لان خوفا من الأمم المتحدة محيت هذا الشيء. ما بتقدر تسويها، مع العلم في موريتانيا لحد هلا في شوية هيك بتصير، وفي مش يعني منظمات حقوق الإنسان بيحكي عليه. بس الآن ولا هذا الزمن، أنت الآن في بيتك بزرة كبسة العالم كلها بيقدر يشوفك إنه شو مو بزرة كبسة يا أخوي يا جنوبي، كبسة زر مو بزرة كبس. أها أنا مهم أمزح معك أمزح معك حبيبي. أنا بالنسبة لي التخلص من الدين تعطيك يعني تعطيك الحرية الكاملة، لأن إذا ما تتخلص من الدين ما راح تقدر تخلص من قيود الدكتاتورية والسياسية. لازم تفتح مفتاح هذا القفل اللي اسمه الدين مشان تنفتح كل الأبواب الثانية اللي فيها وراها موجودة الإنسانية. فتحياتي لكم وبحبكم. أشكرك جانو، أشكرك حبيبي، أشكرك. طيب على كل، إن في عندي تعقيب بسيط على كلام أخونا جانو وبعدين أعطيك الميكروفون أبو الحكم. طبعاً إنه أهالينا اللي بيتهمونا بالماسونية والصهيونية العالمية، طبعاً مثل ما شايفين يا أهالينا يا ناسنا يا هو يا عالم يا هو، اللهجات اللي عم نحكي فيها هي لهجاتكم، أشكالنا هي أشكالكم. نحن من الشقر العيون الخضر والزرق وجايين عم نحكي بلهجة، مثلا لهجة حلبية مكسرة ولا لهجة سورية مكسرة ولا لهجة عراقية مكسرة ولا لهجة مصرية مكسرة ولا لهجة مغربية ولا جزائرية ولا تونسية مكسرة، لا، عم نحكي بلهجاتكم اللي انتم بتحكوا فيها اللي انتم بتنطقوا فيها، ونحن أولاد جلدتكم. يعني أخوي جانو لما قال ليش ما بتطرحوا على نفسكم هالسؤال هذا، انه ليش نحن وقفنا ضدكم، وقفنا ضد هالفكر هذا. اسألوا حالكم شي نهار ليش هدول اللي هن أولادنا وقفوا قالوا لنا ستوب، هدول انتوا عم تعملوا غلط، انتوا في شي عندكم غلط، في شي غلط. يا ريت أتمنى أهالينا كلهم، المشايخ والغير المشايخ والمتدينين اللي عم بيتابعونا، انه يطرحوا على نفسنا السؤال هذا، ليش هدول هن من جلدتنا ومننا واخوتنا واهالينا، وممكن صديق كان، ممكن اخ، ممكن اخت، انه ليش تركوا ومشوا وليش عم بنتقدوا هالدين هذا؟ يعني لو ما شايفين شيء فيه غلط مستحيل، يعني ليش انت ما بتترك دينك وتمشي؟ يعني الشغلة ما هي إنه مزاجية، ما مزاجية أبو الحكم والله ترك دينه وقاعد لا شغلة ولا عملة عم بنتقد هالدين هذا من لا شيء. لو ما مديوس على بطننا مثل ما بقول نحن باللهجة الحلبية، لو ما مديوس على بطننا ما نحكي. بس المشكلة إنه هالدين هذا داس على بطننا وخلانا نبق كل شيء عنا. يعني لولا هالدين هذا خرب لنا بيتنا ما بنحكي. يعني على شو فرحانين نحن طالعين على اليوتيوب
كم شخص، 40 50 60 شخص عم بيشوفونا مثلا، بعدين يشوفونا 3 4000 شخص مثلا. يعني نعرض حياتنا للخطر مشان $100 بالشهر، ولا الماسونيه العالميه ترضى علينا؟ نحن لو ما لنا شايلين همكم يا اهالينا، انتم سكرانين، انتم سكرانين بكل معنى الكلمه، فما نحاسين بكلمه بشو عم تساوي اصلا، ما نعرفين شو عم تساوي، لانه انتم سكرانين بهالدين هذا. تفضل اخي، تفضل. طبعا اشكرك صديقي جان على اتصالك، وكلامك كله جميل وكله بيه منطق. يعني احنا ما راح نستفاد مثل من هذا الشيء غير وجع الراس مثل ما يقول. انا يعني عندي اخ مقاطعني على مداي الشغله يعني، ويعني علاقتي ليست 100% مثل قبل مع اهلي، يعني اتعامل معهم، لكن مثل ما يقول في صار جدار بيننا مثل ما يقول. يعني هذا الشيء لا يفرحنا. يعني اذا نريد احنا نشتهر مثل ما قال اخويا جاني، انه اذا نريد نشتهر احنا نروح على المكانات اللي يدفعون. يعني جاني يروح على يتعامل مع النظام، كان هسه عملوه مليونير. يعني احنا نعرض حياتنا للخطر، ومثل ما يقول انا اسميها شهرة مغمسة بالدم. يعني هذا يعني صدقني، هلا اكتب قصيدة لبشار بتلاقي صارت بالتلفزيون السوري، ويا محلاها صار. كان بساووا لي امسيات شعرية ليوم الامسيات الشعرية، ولا اليوم اكتب قصيدة لمحمد، كان اشوف قنوات الدينيه كلها استضافتني. يعني هلا اساوي برنامج الجهر بالايمان لمن استطاع به اليه سبيلا، احط الدقن هاي. يعني صدقني بكل سهوله راح اكون مشهور، اشهر من نار على علم. ولا اكتب لك كتاب مثلا اعلن ايماني بعد الالحاد، جان بر اعلن ايمانه، صاحب برنامج الجهر بالالحاد اللي صرع الدنيا يعلن ايمانه. يعني اسهل من الشهره صدقوني، وعلى حساب غباء، يعني للاسف الشديد انه نقول غباء المتدينين، لا، على حساب يعني ضحاله الفكر، ضحاله عدم التفكير. يعني لانهن ضحايا، انا ما بقدر اسميهم مسميات بصراحه، ما بدي اسميهم مسميات غير لائقه، لانهن ضحايا بالاساس. يعني على حساب تضحيتهم، على حساب غباء، ما بدي اسميهم اغبياء، لانه من اغبياء، هن ضحيه، اخوتنا المؤمنين هن ضحيه. لذلك انا يعني اذا بدي اشتهر بكل سهوله، هلا اسوي برنامج جهر بالايمان، او اكتب كتاب اعلن ايماني، يعني بكل سهوله بصدقوني، وابعث لكم فضائيه وفرجيهم مثلا انا شو عامل جهر بالالحاد، بكل سهولة بيستقبلوني وبسووا لي طبل وزمر، والله هذا الملحد اللي كان يكتب أعلن إلحادي واللي يجهر بالإلحاد صار مؤمن. يعني بكل سهولة بصير مشهور. تفضل أبو الحكم. فعلا كلامك مضبوط جان. يعني إحنا أسميها أنا شهرة الدم أو شهرة مغمسة بالدم، يعني مثل ما يقولون. المهم نرجع لأسئلتنا صديقي جان، أردت أسألك، يعني إمتى فكرت أول مرة إنشاء صفحة وقناة الجهر؟ وهل كانت الفكرة مشتركة مع الآخرين؟ وإيش اللي قدمته في أول حلقة؟ تمام. بصراحة سؤال، أنا كتير يعني أشكرك على السؤال هذا أبو الحكم، وما كان خاطر لي إنه قبل امبارح قلت لي الأسئلة، ما كان خاطر لي إنه تسألني السؤال هذا. فكرة إعلان الإلحاد هي، أنا بالنسبة لي إجت ب 2012-2013 تقريبا. بوقتها شفت إنه على الفيسبوك، على منطقة إنه المؤمنين عم يتهموا إنه هذا علماني، فلان علماني، هذا علماني يعني، وفي ناس عم تستحي من كلمة علماني. فكتبت قصيدة
علماني وأفتخر. يعني شو، ليش مستحين من كلمة علماني؟ يعني شو يعني؟ فكتبت قصيدة علماني وأفتخر موجودة بالحوار المتمدن ومكتوب تاريخها يعني. بعدين فكرت، صرت يعني شغلة إنه 2014 أظن 2013 هيك، إنه شو علماني؟ أنا ملحد، شو ده استحي منهم يعني؟ ده أنا ملحد. كتبت قصيدة أعلن إلحادي. بوقتها كان طالع الشاب في اسمه إبراهيم إسلام أظن، في صفحة مكتوب فيها إشهار الإلحاد، فبعثت له القصيدة وحطه، وكنت من أوائل المشهورين بالإلحادي. بعدها بصراحة في أخت لانا، أنا ما كنت أفكر إنه أسوي برنامج نهائياً، ولا يخطر على بالي إنه أسوي برنامج للجهر بالإلحاد، ولا خطر لي نهائياً. ولكن بعثت لها، قلت لها شو رأيك تسوي قناة على قناتكم، تسوي برنامج أعلن إلحادي. فردت علي تعليق، أنا كنت تعليق فيسبوك يمكن كان، ردت علي ومفكر فيه، إلا نشوف. بقول أوكي، يعني أنا بقلت يعني تسوي برنامج مثل أعلن إلحادي للشباب اللي بده يعلنوا إلحادهم، سووا انتو. وكان وقتها قالت لي ممكن زوجي يعمل البرنامج، هو الأخ ياسر، أنا ما كنت أعرفه يعني. فراحت أيام وجت أيام، رجعت عدت الفكرة عليها وقالت أوكي. وبعدين فجأة يعني أنا البرنامج، ولا كنت أفكر أنه أطلع اليوتيوب أحكي نهائيا، ما كنت أكتب قصائدي وأحطها على اليوتيوب. وعلى فكرة وقت كتبت القصيدة هي إسماعيل طلبني لحلقة في البطل الأسود، كانت الحلقة 84 أظن من البطل الأسود، طلعت فيها على أساس القصيدة هي، يعني كتبت القصيدة هو اللي نطلع حلقة، قلت له أوكي ما في مشكلة، وطلعنا بنفس الحلقة قدمت القصيدة يعني أعلن إلحادي. راحت أيام وجت أيام، شفت صديقي أحمد حرقان كان حاطط إعلان إنه بنسوي صفحة للجهر بالإلحاد، قلت له أوكي، كتبت هيك وحييكم وشي، قال لي أنت معنا جان، قلت له أوكي أنا معكم ما في أي مشكلة، وسوينا الصفحة، وعلى أساس أنا وأحمد نكتب كتابة والبقية واحد يرد على الرسائل، واحد يحط الصور والأشياء هاي. فأنا ما كنت أفكر بالبرنامج نهائيا، يعني أنا جتني فكرة بس طرحتها على السيدة لانا، أختنا لانا، وراحت الفكرة يعني إنه هن يسووا، أنا بدي نفسي ما كنت مفكر فيها. فالأخ أحمد قال مين عنده كاميرا؟ طرح بعد يومين أظن من بدء الصفحة، 3 أيام 4 أيام ما أتذكر الوقت بالضبط، قال مين عنده كاميرا؟ انه يطلع يحكي نشاطات الصفحه. فالاخت لانا كانت معنا، فقلت اكيد هي راح تقول اوكي، يعني انا راح اقوم بهالمهمه هي، لانه اجت على اجرها وايديها مثل ما بقولوا، نفس الفكره اللي طرحتها انه برنامج لاعلن الحادي، بعدين بتطور شوي شوي. فشفت ما حدا رد يعني، فقلت اوكي انا بسوي هالفقره هي. فعندي هاللابتوب هذا وسويت أول حلقة ودرجت يعني، وهي أجت بالصدفة بصراحة، هي يعني هي قصة البرنامج. يعني كانت مع الفكرة مع الأخ أحمد يعني أول شيء. بالضبط بالضبط بالضبط. طيب تتذكر أول حلقة إيش قدمت جان؟ أول حلقة كتبوا لي إياها الأصدقاء، عن نشاط الصفحة وكم لايك جانا وكم شير وكم واحد صار بالصفحة وأهداف الصفحة وهالأشياء هاي، وذكر الحلقة 12 دقيقة يعني تسجيل، كان تسجيل أول حلقات نسجلهم، بعدين صارت بس مباشر، بعدين صار اللقاءات مع الأصدقاء المجاهرين، بعدين تطور كمان صرنا نستضيف أصدقاء بمواضيع معينة، ومثل ما أنك شايف لحد الساعة هاي. شكرا.
طبعا احنا من هذا المنبر نسلم على اخونا حرقان واخونا اسماعيل. انا ما اعرف ليش لحد الان ما نشوف منهم اي نشاط، يعني اتمنى يكونون بخير ويتواصلون معنا يعني بصورة او اخرى. صراحة انا يعني ما اعرف، انه احمد ما متعود، خصوصا احمد ما متعود الفترة كلها يترك. اتمنى يكون بخير، وما في مانع حقيقي يمنع انه يتواصل معنا. وصل له سلامي والاخ اسماعيل وجميع الاخوه. طبعا اذا تحب استقبل مكالمه الاخ قيصر وراء اوجه لك اسئله، ولا طيب خلينا ناخذ سؤال ونرجع اتصل باخوي قيصر، واسفين اخوي قيصر يعني دقيقتين نكون معك حبيبي. اوكي. طيب السؤال الاخر، انا حبيت تحكي لي شوي عن القناه الجديده اللي راح تبدي في بثها اعتقد الاثنين الجاي. احكي لنا شوي شنو الافكار اللي والمواضيع اللي راح تبث هذه القناه الجديده، وامتى راح تبدا اول حلقه؟ الاثنين اكيد. هي بكره الساعه 8 بتوقيت لندن، بكره راح نبدا ب بس اول حلقه من حلقات افكار حره بكره الساعه 8 بتوقيت لندن. طبعا الرابط موجود تحت الفيديو. انا بتمنى من اصدقائنا انه تشاركونا القناه وتشتركوا بالقناه. فكره افكار حره بصراحه يعني في كثير من الاصدقاء انه يعني مساله خصوصا ببلادنا القابعه تحت القمع، للاسف الشديد القمع الفكري الموجود. يعني شفنا باسلام بحيري يعني انتقد بعض الكتب حطوه بالسجن، يعني ففي كثير مفكرين، في كثير اصدقاء انه اذا يعني استقبلهم ببرنامج الجهر بالالحاد بسبب لهم مشاكل. مساله كلمه الالحاد و جهر بالإلحاد بسبب لهم مشاكل. فأنا بالنسبة لي قلت ليش ما أسوي برنامج مثلا أفكار حرة، يعني ما شرط الملحدين فقط، يعني ممكن الفكر العلماني، الفكر المتنور، أي شخص حابب مثلا يكون ضيف أهلا وسهلا فيه. نحاول نصل يعني التواصل مع أخوتنا المؤمنين بهالطروحات بهالأفكار هاي، نقدر نوصل لهم الفكر التنويري. خلينا نقول بغض النظر عن الإلحاد، بغض النظر عن الملحدين فكرة الإلحاد. فبشان هيك البرنامج سويناه، والقناة ذات نفسها هي شبكة تنوير الشرق الأوسط شمال أفريقيا، هي منطرحة أخون رياض. وقت اللي سكروا لي القناة هاي قال لي انه ليش ما نسوي قناة جامعة لكل الملحدين. قلت اتمنى وانا راح ابدأ بالمشروع، وبالفعل بدأت، بس شوية الاصدقاء يعني ما في تفاعل مع القناة. انا اتمنى من اصدقائنا انه يتفاعلوا مع القناة. وطبعا بكرة الساعة 8 راح يكون اول بس الي مباشر على القناة، واتمنى هلا راح نسوي البرنامج هذا الافكار حرة يعني برنامج اسبوعي. واتمنى أبو الحكم كيف؟ توقيت لندن يعني. أتمنى بتوقيت لندن طبعاً بكرة. أتمنى يعني يكون أسبوعي بداية، بعدين نتدرج نسوي. أنا أتمنى أصل إنه نسوي حلقة كل يوم على البرنامج هذا، بس أكيد راح يكون الساعة 5 لأنه برنامج الساعة برنامج الجهر بالإلحاد الساعة 8 ضروري يكون موجود. تفضل أبو، خلينا ناخذ، شو رايك ناخذ اتصال قيصر؟ اوكي كده تفضل. طيب خلينا ناخذ اتصال من اخونا قيصر. طبعا اخونا سامي، اهلا وسهلا قيصر. قيصر بس بدي انوه اخونا سامي كمان بده مداخله. اكيد اخوي سامي راح اخذ اتصالك، بس خلينا ناخذ اتصال قيصر اول شيء. اهلا وسهلا قيصر، تفضل. مرحبا جاكي. اهلا وسهلا. صوتي واضح؟ واضح سهل. واضح، اذا بتعلي اكثر بكون خير وبركه. هو اهم شيء البركه. بالضبط تفضل. حبيبي
شكرا منور جان، حلقه جميله كالعاده. بصراحه حبيت بس مداخلتي انه احكي عن موضوع دائما يطرح من قبل المتدينين، انه قضيه ان الالحاد او اللادينيه تنتهي كل الحرمات، ما تعترف لا بحرمه ولا بقداسه، وان الفضائل حاولت الاديان على مر التاريخ انه ترسي بعض من الفضائل الانسانيه، لكن دائما النظره الماديه تتعارض مع هذا. صحيح. افكار شيء نجس او مقدس، شيء عفيف او طاهر، هي افكار مستمده من العالم اللامادي. صحيح. فممكن ان تلقاها اساس في الفكر المادي. طبعا حال اغلب الحجج المتاكله هذه، انه صراحه هو صحيح اللادينية تنتهك، انا في رايي، كومه الرذائل التي تحاول الاديان ان تاسسها في مجتمعاتنا، مثل العنصريه، اغتصاب الصغيرات، العبوديه، سفك الدماء بداعي الحق، ما نعرف ما هو الحق، التمييز الجنسي، الدكتاتوريه، انتهاك الحريه باسم الرب مثل ما شفنا في الحملات الصليبيه وغيرها. بالعكس، انا اقول انه غايتنا هو ان نعمر الارض، ان نحافظ عليها من دنس الاديان ودنس الافكار المعقده المطلقه اللي حاول ترسيها هذه الايديولوجيات اللي تروج للتعصب. احنا ابنائنا نحاول ان نعيش بسلام، نحاول ان نحافظ على او نرسي حقوق وواجبات متساويه للناس. بينما اشوف انت انظر للاسلام مثلا، انظر للايه، الحياه الدنيا لعب ولهو وان الاخره اللي هي الحياه بيضاء خطا هي الحيوان، ما الحياه الدنيا الا متاع غرور. شوف نظره خبرك انه هذه الدنيا هي مرحله مؤقته، الغايه ان انت تجمع حسنات، بعدين وين تروح؟ هاي حسنات المن تجمع حول اعمال الخيره حتى تروح للاخره، وين الخمر والنكاح ما اعرف يعني. صحيح. نشوف انه هذا التفكير هو اللي يدعو الى استغلال ماده الارض واستغلال الحياه بابشع استغلال، تحقيق اقصى اشباع من عده. ليش؟ لان تتجمع حتى تروح تستمتع في الملذات والمغريات. فهذه من التناقضات الاساسيه اللي اشوفها انا دائما اسمع الترويج لهذه الفكر اللاديني والفكر الالحادي يدعو الى ان تكون الارض ماده مستغله، الغايه هي تحقيق اقصى اشباع، ان انت راح تعيش هذه الحياه فاستمتع بحياتك. اصلا مو هيك الموضوع، هو صحيح تستمتع بحياتك، لكن هناك ضوابط اخلاقيه، هناك ضوابط اجتماعيه، هناك قوانين، هناك ضمير يحكم هذه الاشياء. فللاسف مغالطات بالجمله، يعني كل الفكر الديني انا اراه مبني على المغالطات وعلى التجهيل. بكل تأكيد أخوي قيصر، بكل تأكيد أشكرك جزيل الشكر حبيبي. أخونا قيصر حبيبي جامع، شكرا جزيلا أخونا قيصر للاشتراك في قناة. أشكرك يا قيصر. طبعا الحكم صوتك غير مسموع، يعني يا ريت تعلي الصوت لما تحكي. أقول شكرا أخونا قيصر، أنه مع الأسف هو ما يسمع لي، أنه الاتصال أنا راح أحاول من بكرة أحل مسألة السكايب، انه انا ما اقدر استقبل اتصالات، راح اجيب لابتوب اخر. فحاولنا عده محاولات وما نجحت، حتى سوينا عليه لايف خاص وسهرت ويا جان ليلتين، صار يغني ويليل وما حلينا المساله. راح اضطر اجيب جهاز اخر. طبعا احب اعلن عن يعني اعجابي بالاخ قيصر بالحلقات اللي يقدمها، بالافكار اللي يقدمها، ولاحظت كثير من الناس متابعين له ويؤيدون افكاره ومعجبين بالكاريزما اللي عنده وبالافكار اللي يعرضها بصوره علميه ومرتبه. طبعا نحيي جميعا على هذا الشيء. حبيت أسألك سؤال آخر صديقي جان، حبيت أسألك على
يعني شنو هي يعني نسبة رضاك عن قناة الجار اللي أنت بي بصورة خاصة وبقية القنوات بصورة عامة؟ وهل هي مؤثرة؟ وهل توجد أفكار أخرى لم تطرح بعد؟ يعني تريد أعيد السؤال ولا؟ لا واضح ولا السؤال واضح أخوي. يعني يعني من عدة نقاط يعني. بصراحة بالنسبة لقناة الجهر يعني بداية، نحن بداية، أنا لو رغم أنه وصلنا الحلقة 290 ولكن بداية، يعني صار عمرها سنة تقريبا، سنة وشهرين ثلاثة، هاي بداية، وكل يوم عم نتعلم شيء جديد، وكل يوم عم نتعلم أفكار جديدة، وكل شيء جديد عم نتعلم، يعني إنسان خبرة وإنسان صحيح ما في هالإقبال المطلوب بالنسبة لي، الإقبال المطلوب يعني الله مثلا مو بس القناة الجهر بالإلحاد، كل القنوات الإلحادية يعني ما عليهم الإقبال هذا، لأنه فكر جديد، ودائما الفكر الجديد في أي مجتمع بيكون منبوذ حتى الناس تستوعب هالفكر هذا. ونحن يعني المشكلة محاربين من كل الجهات، ما في جهة ما بتحاربنا، من الأنظمة، من الديانات بمختلف أشكالها، ومثل ما بتعرفوا يعني مجتمعاتنا منغلقة إلى بعض الحدود، تحكمها الدكتاتوريات وتحكمها الديانات السخيفة هي، مثل المسيحية ولا اليهودية ولا الإسلام ولا كل هالديانات السخيفة هي. فالإقبال صحيح مو بالشكل المطلوب، ولكن يعني أنا متأكد في المستقبل سيكون يكون أفضل، وهذا بيعتمد على صمودنا، ونحن اكيد لن نترك، يعني انه مش المشكله ابو الحكم انه اهالينا في ورطه، اهالينا مغيبين، اهالينا سكرانين، اهالينا مخدرين، وبدنا نخليهم يستيقظوا لانه الماء تجري من تحت قدامنا. فما بيهمني هلا صح ما في اقبال، ما في تفاعل بالشكل المطلوب. طبعا انا اشكر كل اصدقائي متفاعلين معنا بكل تأكيد، ولكن ما هو المطلوب بشكل، يعني أنا بتمنى تكون المشاهدات 3-4 آلاف مشاهدة يعني من أهالينا، حتى نوصل الفكر، يعني نوصل فكرنا هذا ونقول لهم أنتوا مغيبين. ولكن مثل ما بتعرف السكران لا يعرف ماذا يفعل، فما بهمه حاليا يكون متفاعل معنا، ولكن في المستقبل اكيد راح يكون لنا تاثير كبير على مجتمعاتنا وكل القنوات الالحاديه. يعني انا اشكرهم واحييهم وشجعهم انه يبقوا مستمرين، لا يتوقفوا نهائيا. طيب يعني انت تعتقد في افكار بعد ما طرحت، ولا شنو اقتراحاتك يعني انه نطور من نفسنا مثل ما يقول؟ يعني أنا اللي أقول دائما إنه التجربة هي اللي بتفرض نفسها. يعني اليوم مهما عدنا نظرنا شو لازم نعمل وشو لا ما لازم نعمل، ما بنقدر نقيد شيء، يعني ما بنقدر نساوي شيء مشترك، لأنه الملحدين أصلا أسود منفلتة، يعني أسود منفلتة، كل واحد بيغني مواله على كيف، وهذا الشيء الجيد فينا، يعني ما في شيء نظامي عنا والله تحت نقبع تحت نظام معين أو شكل معين. الشيء الجيد فينا اللي متطرف في إلحادي، فينا الكيوت في إلحادي، فينا المحافظ في إلحادي، وكله مطلوب، كل الأشكال مطلوبة بصراحة. يعني الشغلة إنه المهم نصل يعني للناس، نصل لأفكارهم. وأكيد أنا متأكد يعني يعني الملحدين ينمون يوما فيوما، مثل ما بقولوا، يعني يوم بعد يوم الدائرة الإلحادية عم تكبر، وكل ما كبرت يعني لما تكبر الزيادة والزيادة، أكيد تحصيل حاصل، راح يكون في منظمات، راح يكون في فضائيات، ولكن لا نستبق الوقت، خلينا ما نستبق الوقت، نحن عم نزرع البذرة الأولى، هاي هي. ف يعني
اذا بدي اطرح افكار لازم نعمل هيك ونعمل هيك، ما راح يصير لانه ارض الواقع بغير هيك. التنظيم وهالاشياء راح تجي تحصيل حاصل ذاتها بذاتها على حسب عملنا نحن، على حسب اجتهادنا نحن. فانا بالنسبه لي عايفه وما افكر انه شو لازم نعمل، لازم نعمل شو، لازم نعمل هلا شو، لازم نعمل بعدين، بعيفه لبعدين. طيب اشكرك جان، انه بس حبيت اسال هذا السؤال وناخذ المكالمه، هي مرتبطه بهذا السؤال اللي قبله، وناخذ مكالمه الاخ سامي. تمام. يعني انت شنو نصيحتك للملحدين الناطقين بالعربيه حول العالم، خصوصا ملحدي الشرق الاوسط؟ يعني شو تشوف اي طريقه المثلى او الصحيحه حتى نوصل افكارنا لهم؟ الطريقه المثلى، كل ملحد لازم يتكلم بقدر اللي بقدر عليه، اللي مثلا بيعرف حاله ما عليه خطر يطلع يحكي يوتيوبات، اللي عليه خطر بالفيسبوك باسمه، اللي ما بقدر حتى باسمه يحط نيكنيم واكاونت ويحكي. المهم يحكي ويحكي مع المؤمنين. يعني انا من فتره طلعت شباب صاروا يطلعوا ملحدين، سووا جروب انه يدخلوا على الصفحات الاسلاميه ويبداوا ينتقدوا الاسلام. هذا شيء كثير ممتاز، صاروا يدخلوا على مثلا صفحه العربيه، صفحه الجزيره، ينتقدوا الاسلام حتى يورجوا انه في شيء اخر، خلي الناس تبدا تفكر. يعني يرموا هالحجر هذا بالمياه الراكده، هالعقول اللي ما متعوده غير على اشهد ان لا اله الا الله ومحمد رسول الله، خلي تفكر في شيء اخر وانه هن غلط بغلط بغلط. يعني حتى طبعا اكيد ما راح يستجيبوا بسرعه، ولكن لما ترمي لهم الحجر اكيد العقل في المستقبل سيفكر. يعني شكرا جزيلا صديقي جان. اذا تحب استقبل مكالمه راح اخذ مكالمه اخونا سامي. اهلا سامي. اهلا. اسمعني؟ اسمعك، تفضل سامي. اولا ارحب باله باله الالحاد أخي جان، وكذلك تسلم يا طيب أبا الحكم. أبا الحكم تسمعوني كويس؟ نسمعك تفضل. أوكي، سأعلق حسب ما سمعت تكلمتم على الماسونية. سأبدأ. يا أخي كما قال قبل، كنت مسلم وكان عندي مرض المؤامرة ومرض الإنكار، لا نعيش الأوطان، لكن الآن الحمد للإنسانية والإلحاد تغيرت. والمسلم يا مسلم، كيف حيحسدك ويتأمر عليك الغرب؟ كما قال المصري، حيحسدون على إيه؟ حيحسدون على الفول المدمس؟ يعني يحسدون على إيه؟ اليابان وأمريكا ما حسبتكم، ما حسب بلادنا. وانتم يعني جست وهم، مرض وهم، مرض المؤامرة ومرض الإنكار. هذا أول. الحاجة الثانية، تكلمتم على التضحية. يا أخي، احنا الملحدين الذين يعني أظهروا وجوههم وأسمائهم، يعني مو يعني خطر، يعني التضحية هذه كل الملحدين تضحية. أنا شخصياً لم أدخل قبل تونس الحبيبة في قلبي 17 سنة في عهد بن علي، يعني ممنوع، كنت بالرغم من عندي باسبور سويسري، لأن بن علي قتل 3 أخواتي ومشكلة يعني سياسة وحقوق الإنسان. والآن لا أدخل تونس إلى آخر حياتي، قبري سيكون في سويسرا. لم أرى خالاتي وعماتي وعمامي يموتون، حتى إخوتي ماتوا وما دخلت، يعني مش تضحية هذه؟ يعني آخر حياتي ما أدخل بلدي أشوف خالاتي وعماتي؟ هذه تضحية يا إخواني، ما تقولوا تضحية، يعني هذه تضحية. الحاجة باش نتكلم على الشهرة. يا مسلم تقول نحبوا، احنا نحبوا الشهرة، احنا أغبياء باش نحبوا الشهرة بالموت بالقتل، نستطيع يقتلونا في أي وقت وأي مكان.
يعني من أغبياء. الحاجة باش نتكلم عليها، أتمنى إسماعيل أخي إسماعيل وأحمد حرقان بخير، لأن في علمي إسماعيل هددوا المخبرات ما عاد يعمل حلقات كثير يعني. الحاجة الثالثة الإقبال يا أخي جون على قناة الإلحاد، لماذا؟ لأن أولا هنالك من يقول لي مثلا لا أشارك أصدقائي في قناتك لأن فيها كلمة الإلحاد، يخافوا في تونس بالفاميليا وكل شيء، يشاهدوا الفيديو لكن ما يحبوا يعني مشارك كثير كثير. وكذلك مثلا لو تشوفوا هنالك مغربي لا أذكر اسمه لكي لا تقولوا يعمل له دعاية، عنده قناة يا أخي يتبعوه كثير 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 كثير، تتفاجؤون العدد في البالتوك وفي يوتيوب، ما أذكر اسمي. وكذلك أخيرا سأتكلم يا أخي جان، أتمنى أن قناتك أنا أتابعها شخصيا من أول حلقة إلى الآن، فهمت علي؟ أتمنى أن لا تغير منهجك مهما أي أحد ينصحك، يعني ما تقبل هيك وما تقبل هذا، أقبل كل الأكراد وكل الأمازيغ الملحدين وكل العرب، نحن أخوة، كافر مغربي تقبله، كريم العبيدي تقبله، جلال بريك تقبله، ما تكلم علي أنا الآخرين. فلهذا أخي جان أتمنى أن قناتك أن تكون دائما هكذا محايدة، وشكرا لكم أخواني. أشكرك أخوي سامي، أشكرك جزيل الشكر. نشكرك أخوي سامي، شكرا جزيلا أخونا سامي للاتصال، ودائما تتصل بنا ونسمع كلام جميل منك وتضيف بعض المعلومات لنا، نشكرك طبعا على هذا الشيء. طبعا أنا باقي لي سؤالين فقط، ولو أعرف أني طولت عليهم بصراحة. بصراحة في عندي بس أخونا براندي حابب يتصل كمان، يعني 10 دقائق كمان، ولأنه في عندي ارتباطات أخرى، يا ريت ب10 دقائق نخلص الحلقة. أوكي، بس أعرض هذا السؤال ونخلي أخونا براندي يتصل. أوكي، يعني هل تعتقد يعني إن سعينا، يعني لما السعي اللي نسويه ننشر التنوير بالعالم العربي والساكنين، سوف تأتي كلها، يعني راح نحصد عملنا مستقبلا؟ وما يعني المدة اللي أنت تتوقعها في نشر العلمانية على الأقل، يعني على أقل تقدير، مو الإلحاد، ننشر ننور البشرية أو العلمانية ونخليها القانون الأوحد ببلادنا؟ يعني أنت إيش تعتقد المدة اللي راح تنتشر العلمانية في العالم العربي مثلا؟ أشكرك عبد الحكم. طبعا يعني بكل تأكيد أنا متأكد مثل ما أني شايفك عبد الحكم، أنه راح نصل لمرحلة أنه نفهم أهالينا أنه العلمانية هي السبيل خلاص بالنهاية، وأنه هالأفكار هي الغيبية هي ما راح تنفعهم لا قليل ولا بكثير، لأنه مرحلة وانتهت. بالنسبة للمدة يعني أظن من هون 10-15 سنة أكيد راح يكون كل شيء، يعني في تغير كبير جدا في الشرق الأوسط، مهما كبرنا مهما جادلنا، يعني 10-15 سنة صدقوني الأحوال راح تتغير مهما ساوينا، لأنه نحن بعصر المعلومات، وعصر المعلومات بدأ، فما في أي يعني مثل ما بقولوا عائق قدام الثورة المعلوماتية. فالثورة المعلوماتية والتكنولوجيا بدأت مشوارها، وما أظن طول أكثر من 10-15-20 سنة انكترت يعني. طيب يعني نستقبل مكالمة الأخ براندي وتقول لنا كلمة أخيرة. ناخذ أخونا براندي، أتمنى أخونا براندي يرد علينا بسرعة. براندي تفضل. براندي مساء الخير عليك أخي جان. مساء الورد. مساء الخير على الجميع، وأحيي المذيع الرائع المتألق أبو الحكم. أنا عندي سؤال، أنا أعرف لو طيق لذلك سأختصر، كنت عندي شيء كنت حاب أقول لكن سأختصر بما أعرف الوقت أنه ضيق.
حينما كنا صغار المسلمين كانوا يسألوننا دائما ويحاولون يلقنون أن وين إبليس، فنأشر تحت بالأرض وين الله، فكنا نأشر فوق. أنا سؤالي لك يا أبو جان، وين كنت تأشر حينما كانوا يسألونك وين الله؟ أنا بصراحة يعني هو نفس الطريقة، يعني إنه مو إنه أنا أشر إنه الله ولا شيء من هالقبيل هاد، لا، بس المطبوع بدماغنا إنه الله فوق والإبليس تحت. يعني كنت متعاطف من الصغر معه ومؤيد. يعني مو مسألة متعاطف، هذا اللي انطبع بدماغنا. يعني أنا ما أعتقد هذا له علاقة مثلا فكرة الإيمان، إنه بس الطفل بالطبع بدماغه الشيء اللي بملوا عليه أهله. يعني أظن بالضبط، فهذا كنا صغار كانوا يقولون أن الشخص الغير المسلم هو إنسان سيء للغاية ويجب محاربته ولا يجب التعامل معه ومعاملته بالسيئة. صحيح. كما كان يقال أن حتى بالحديث كان يذكر حتى وأن وجدتموهم بالطريق فضيقوا عليهم الطريق. صحيح. فأشياء كثيرة يعني مكررة، ما نكررها. لذلك أنا أأمر من كل شخص، يعني في متصل على قولتهم بلدياتك من حلب، اتصل أخ أعتقد برايان أو أوبران أو شيء، بارون عفوا، فكان يطلب أنا ما نتكلم بالطريقة هذه لأن ممكن نجرح شغله أو نرتبط بالحديث أو شيء. فهو مسيحي، هو ناس مسيحي، فأنا متأكد أنه كان يتابع المسيحيين الذين كانوا ينتقدون الإسلام. هم لم يشتموا الإسلام، لم يغلطوا على الإسلام، لم تكلموا بكل موضوعية وحيادية، وهم عرضوا الاتصالات التي كانت تأتيهم بالشتائم، واحد اثنان بالتهديد بالقتل والتحريض الحكومات بالبلاد الذي يعيشون فيهم ويشوشون على قنواتهم الفضائية. لذلك نحن نتعامل مع أشخاص إرهابيين يحملون أي طريقة للعنف. لذلك أنا من وجهة نظري يجب أن نتعامل معهم بالمثل كما يحبون. لأن قضت 40 سنة 50 سنة 60 سنة السنين التي فاتت كانوا يتحدثون، يأتيك شخص إنه ملحد وواضح من كلامه ملحد، لا يستطيع يعني من الشخص العاقل يستطيع أن يميز إن هذا الشخص ملحد من كلامه. أي شخص يعتقد إنه وجود هناك خالق واسمه الله ومن ثم يأتي ولا يحكم بشرع، هذا إنسان كافر على جميع الأديان، يعني على جميع المذاهب متفق عليه. فلذلك هو يأتي بالعلمانية ويأتي على مقابلات ويتم تهزيئه ومسخرته بمعنى الكلمة. صحيح. ومن ثم يظهر بشكل مخزي ورديء جدا، ولا أحد يستطيع أن يسمع كلامه، لأن فكرة المسلم هو يريد أن يبحث عن التاريخ العريق، الأمة الإسلامية، الأندلس وهذه الخرافات. فحينما نأتي ونشتمه ونعامله بنفس الطريقة ومثل ما أقول نكسر له ضلعه، سيستمع ويعرف أنه هو عاش وتربى على خرافات. فلذلك أنا أعتقد أن هذه هي الوسيلة، لأن العنف دائما يقابل بالعنف لا يقابل بالحسن. هو بصراحة لأنه مو كل المسلمين يعني عنيفين، ويعني الأغلبية هم عنيفين، ولكن يعني الكل مطلوب بصراحة. أنا براندي يعني كل الأساليب مطلوبة لأنه الناس أشكال ألوان. طبعاً اليوم مبسوط بالحلقة لأن التنوع، واللي يسأل والمضيف هو شو اسمه أبو الحاكم. أشكرك. وأنا أختصر عليكم الوقت. أشكرك. يعني أسف على الإطالة يعني. أشكرك أخي براندي. أشكركم جداً. تفضل أبو الحاكم. عندك تعقيب على كلام أخونا براندي؟ لا لا، ما عندي أي تعقيب. يعني أخونا براندي كفى ووفى مثل ما بقولوا. إيه يعني طبعا براندي أنت حر بأفكارك، ورحب بك أنه اتصلت بنا وصديقي، أنت صديقي العزيز. بس يعني ممكن أنا أختلف معك إنه العنف اللي أنت تحكي عنه، إحنا أنا بنفسي لا ألجأ إليه نهائيا، يعني إلا إذا كان دفاعا عن النفس. أنا ألقي إنه الطريق السلمي هو الوحيد والأساسي في نشر أفكارنا. وأثبت التاريخ إنه العنف ما أدى إلى نشر الأفكار، حتى لو نشرها مغموسة بالدم يعني مثل ما يقول. وأكبر مثال على ذلك غاندي، بقى طول حياته مناضل
وبالآخر الشيء اللي الطلبه صار يعني. فأتمنى أنه يعني ما نفكر أفكار العنف، إذا تقصد فيها كلام عنيف ممكن بها وجهة نظر لبعض الناس مو كل الناس، ولكن نتجه بالعنف للوصول بأفكارنا، أنا ضد هذا الشيء كليا مع احترامي لتفكيرك يعني. طيب أخويا جان، طبعا احنا وصلنا لنهاية الحلقة باعتبارك أنه عندك ارتباطات، وأنا متأسف من جميع المشاهدين اللي متصلين، لأن شفت نسرين دازت لي أنه في اتصال، ولكن أنا متأسف لأن وقت جان ضيق فعنده ارتباطات أخرى، ففقط حبيت أخذ كلمة أخيرة من صديقي. أشكرك أبو الحكم، طبعا أنا أشكرك على الاستفادة هي وعلى مبادرة أنه تستقبلني في برنامجك الجديد، وأتمنى لك النجاح، طبعا أتمنى لبرنامجك النجاح، وأشكر كل أصدقائي اللي تابعونا وكتر خيرهم اللي تابعوا الحلقة يعني لنهايتها. الكلمة اللي بدي أوجهها هي لأهالينا، لناسنا المغيبين السكرانين بهذا الدين، حاب أقول لهم نحن معنا، منا غرباء، منا جايين من كوكب المريخ، منا أستراليين، منا أمريكيين، منا أوروبيين، منا إنجليز، منا سويديين، نحن جينا من بيوتكم، طلعنا من بيوتكم، من أمهاتكم وأبهاتكم، يعني نحن أخوتكم انشأتوا وانأبيتوا بكل بيت صار فيه ملحد. يعني الملحد ما هو الشخص ترك دينه عن مزاج، ما حدا بترك دينه عن مزاج. يعني أقول لأي شخص مؤمن، فكر أنت إذا فيك انهارت فيك من النوم تقول يلا بدي أترك ديني، أنا مزاجيا بدي أترك ديني. ما في حدا بقدر بيترك دينه مزاجيا إلا عن وعي، عن فهم، عن قراءة، عن شك حتى يقدر يترك دينه. الدين اللي بيخليك تؤمن بأنه الحمار بيطير أكيد هذا بيكون خرافة. الدين اللي بيخليك تؤمن وانت في هالعصر هذا أنه بصخرة بتولد ناقة أكيد خرافة. فأتمنى من أصدقائنا المؤمنين وأخوتنا وأهالينا أنه يفكروا بما يعتقدون، يفكروا هل قتل كلمة الله أكبر لما واحد يذبح إنسان يقول الله أكبر؟ يعني مثل ما قال أخوي ديفيد، الأخلاق، أخلاق الإنسان الطبيعية ما يعني ما بي بيقذرها أو ما بينجسها أو whatever الكلمة، إلا الدين ما بيخلي الإنسان يقتل أخوه الإنسان بتمتع غير الدين. الدين هو اللي بيعطيك المبرر انك تتمتع بقتل اخوك، تتمتع بقتل امك وابوك. فكروا فيها، الدين هو خرافة، الدين هو انتهى، الدين هو بس كان اجابة لسنين الجهل، سنين اللي انسان ما كان عنده ادوات الاجابة. ونحن هلا صرنا في مثل ما بقولوا عبواب سنة 2017، والعلم أجاب كل الإجابات اللي عجز عنها الدين، وأنا متأكد يعني الناس راح تفيقوا وأهالينا راح يفيقوا، بس يا ريت تفيقوا بكير، لأنه كل ما طولتوا النومة هي العميقة اللي حطتنا في عصور الانحطاط، كل ما طولت كل ما دفعنا الثمن أغلى وأغلى وأغلى، ونتمنى ما يكون الثمن غالي كتير يعني، ونتوقف على صحوتكم. أشكرك أخوي أبو الحكم لتحت الفرصة هاي، وأشكر أصدقائي كمان. لا لا لا، لحظة خليني أنا أنهي الحلقة، بس عندي في كلام من الأخ، سؤال من الأخ علي عمدة، تأخذه ولا وقتك ضيق؟ طيب يا ريت سجل السؤال، ومرة أخرى بلقاء آخر ممكن نجاوب على السؤال، لأنه أنا مضطر يعني أمشي. طيب شكرا جزيلا صديقنا جان.
اشكرك انه يعني مثل ما يقول في كثير من الناس ما يعرفون الجانب الانساني من حياتك وما يعرفون انت كيف عشت وكيف اتجهت الى الحادث. نتمنى انه غطينا الاشياء المهمه بهذه الحلقه. طبعا اشكر جميع الاصدقاء والصديقات اللي شاركونا بالحلقه سواء بالاتصال او بالتكست باليوتيوب. و يعني احنا كل هدفنا هو انه نوصل افكارنا بكل سلميه ونحاول نضع حجر الاساس في سبيل هدم الاديان وخصوصا الدين الاسلامي اللي نعاني منها حاليا بسبب الارهاب المتواصل في عده دول. وهذا مثل ما يقول نبدا بالاهم، والاهم هو الاسلام حاليا، والاديان الاخرى جاي دورها هي راح تنتهي ايضا، ونعيش بعلمانيه وحياه جميله بدون الدين. واللي يريد يصلي او يتعبد خليه يتعبد براحته، ولكن لا ينشر هذه الافكار الهدامه اللي خصوصا اللي تؤدي الى العنف. فاحنا ضد العنف، وهذا هدفنا الاساسي، نقضي على الارهاب، نقضي على العنف اللي موجود بالاديان والدين الاسلامي حاليا قدامنا، ونشوف الفضائع اللي يسووها في كل مكان. طبعا اشكرك صديقي جان، واشكر الجميع، اتمنى للجميع ليله سعيده وتصبحون على خير. باي باي.